ليه الناس بعد كل مباراة للزمالك في اتنين دايما هما اللي بيتجابوا يعني في النقد، يعني سواء عمرو السيسي او محمد اشرف روح، هما الاتنين دول بس الحدث دايما. يعني كل لعيبه تبقى ممكن مش في مستوى جيد ومدرب عامل طريقه غريبه وكل حاجه، بس عمرو السيسي ومحمد اشرف روح دول ما يلعبوش في الزمالك، دايما الجمهور يقول كده يعني. حقيقه هو الاتنين مختلفين، واللي بيضايقني اكتر ان ساعات توظيف اسوريو ليهم واختيارات المباريات اللي يلعبوها ما بيبقاش متناسب مع قدراته. يعني ممكن ده ليه ماتشات وليه ماتشات. خلينا نتفق الاول ان هما الاثنين خامه متوسطه، يعني الزمالك الخامه المطلوبه لوسط الزمالك هي افضل من الاثنين، ولكن وفي وجود الخامه الافضل حتى انت ممكن تستخدم الاثنين في اوقات، ولكن تستخدمه في المباريات المتناسبه ولما وفي التوقيتات المتناسبه. اشرف رؤى مثلا في مباراه بيراميدز كان المتهم الاكبر، ليه؟ لان ماتش بيراميدز ده بالذات مش ماتشات اشرف رؤى، بيراميدز انا اللي تحت الكوره، مطلوب مني الديفندر اللي هو اكثر قدره على كسب الكرات من الخصم، يقطع ويخبط ويعمل وبتاع، والنقطه دي الراجل ما كانش قادر على دي خالص، كان مستباح وسط طبعا عبد الله السعيد. موجوده في عمرو السيسي، موجوده في عمرو السيسي، وافضل لقاءات عمرو السيسي لما يبقى الزمالك هو الخصم الاقل من المنافس، زي لقاء النصر كان افضل لقاءات عمرو السيسي، ولما نزل في لقاء الاهلي كبديل رغم انها فتره صغيره عمل اكتر استخلاصات، وزي لما كان بيلعب في طلائع الجيش وكان دايما بيلعب ورا الكوره كان متالق جدا في طلائع الجيش، لان انا الفريق اللي في طلائع الجيش مش بطارد النتيجه. صح. فعمرو السيسي يبان في لقاء مثلا زي لقاء بيراميدز، هو ما قدمش لقاء كبير ولكنه ما كانش هو الأسوأ. كان المتهم رؤى. صح. ليه؟ لان انا بطلب ان انا اجيب الكوره، رؤى مش مميز. ماتش زي النهارده في المقاولين، المقاولين اصلا طالع من هزيمه بلديه المحله، والمقاولين كده كده كابتن شوقي غريب مرجع خطوطه لورا، فمحتاج الزمالك لاعب والكوره معاه بيبقى جيد. اشرف رؤى والكوره معاه معقول. صح. بيعرف يمرر ساعات تمريرات طويله. صح. كذا. صح. معقول، مش يعني مش اسوا شيء، لا بالعكس بيكون زي النهارده يعتبر من المميزين جدا. تعالى اوريك بقى، نبدا بقى نرجع تاني اللقطه دي من اولها. عمرو السيسي مثلا في الشوط الاول طبعا مجيد اتصاب ازاي، هتلاقي الكره اصلا عمرو السيسي لما تحطه في نص ملعب الخصم، بص هنا الكره هيتصرف فيها ازاي كريم، بص مع كل الاختيارات اللي موجوده قدامه واقف على الكره مفيش. الراجل ده هو ده السبب ان راح سالم طالع في مرتده خبط في حسام عبد المجيد. نوقف بقى، نوقف. تعالى نتكلم ان اشرف رؤى نديله حقه النهارده. يعني احنا قلنا عشان في توقيتات بنتكلم فيها ان اشرف رؤى مش جيد النهارده مثلا، اتسبب في خطوره كبيره للزمالك، الكوره اللي كانت فيها شك ان هي ضربه جزاء ومعظم خبراء التحكيم قالوا انها ضربه جزاء وانا متفق معاهم، الكوره دي كانت تسديده من اشرف رؤى. هي نرجع نفتكر عمل واحده من دي الكوره رقم واحد، هعد لك دلوقتي الكوره الثانيه دي من اخطر كرات الزمالك في اللقاء واجملها، اللي هو عملها لزيزو، وزيزو حب يسقطها في البعيده وكان تميز جدا من ابو السعود، دي صعب على فكره، التمريره دي صعبه وعملها بشكل جيد. الكره الهدف الملغي هو عامله بشكل جيد جدا لمصطفى شلبي. فكده نوقف بقى، يبقى اشرف رؤى تسبب للزمالك في ثلاث كرات خطيره في الشوط. يعني نقف هنا ونتكلم، ثلاث كرات خطيره في الزمالك اللي مش قادر يعمل اي خطوره في الشوط الاول، دي بصمه كبيره لاشرف رؤى. لكن نرجع بقى للعنوان العريض، ان الزمالك محتاج دايما الكواليتي الثابت، الثبات في الكوره كريم هو الاساس. انت ما تيجي تطلع شوط جيد لواحد زي عمرو السيسي او شوط جيد لواحد زي اشرف رؤى، لا، الفريق اللي بيبقى عايز البطوله الديفندر الاساسي بتاعه او لاعب الوسط الاساسي بتاعه مطلوب منه لما يلعب 10 مباريات يكون مناسب لثمان لقاءات منه. صح. مش مناسب للقاء كل خمس مباريات او يقدم شوط ضد كل ثلاث اربع اشواط، لا، لازم الكواليتي تبقى اعلى من كده عشان تتناسب مع فريق البطوله. طبيعي ان في لعيب ممكن يعمل شوط، انا ممكن اقول لك ان كابتن حسام حسن افضل راس حربه في مصر ممكن يجي يلعب مباراه ويبقى فيه فرود اقل منه في فريق وسط، الفرود ده يلعب مباراه اكبر من لعبه كابتن حسام حسن، بس لو جبت انت الموسم كله 20 مباراه هتلاقي تاريخ كابتن حسام حسن في ال 20 لقاء مسجل له بتاع 15 جون، والفرود اللي لعب مباراه عظيمه ده مش عامل 3 4 تجوان طول السنه. صح. فما تجيش تقيس اداء اشرف رؤى النهارده كان جيد، ولكن دايما تحكم على النظره الاطول، فدي مشكله الزمالك، عنده عدد كبير من اللاعبين اللي هو جيدين بيظهر مره كويس ومره لا ويخونك في مرتين ثلاثه، مفيش اي استمراريه على مستوى اللاعبين. الاستمراريه دي محتاجه كواليتي عالي، اللي هو يبقى انت عارف ان هو افضل من المنافس ب وجيم ودال والف، فانت تبقى عارف على الاقل ان هو يوم ما الكوره تخونه هيقدم لك 3 ماتشات من الاربعه دول. صح. انما انت جايب لاعب هو الكواليتي بتاعه متوسط فهيخونك في مباراتين ثلاثه ويجي بقى ده تشيله للمدرب ان هو انت نزلت ده ليه وحاجات زي كده. صحيح. يعني مش متناسب.